الرد اللي هو الكره لما بتتشتت زي ما انا بقول لك، الكره بتترد بتروح رايحه للاعبي وادي دجله في بوزيشن او في وضعيه تقدر تخليهم يهدفوا، يبقى خليهم شكل هجومي. انما احنا كلنا اقدر اقول لك عدم التسجيل اللي احنا بنتكلم عنه في بدايه المباراه او في خلال الشوط الاولاني على الاقل هو اللي بيخلي الفرق دي بتبقى عندها تمركز، عندها شكل.